السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا سيد. كتاب بعد كتاب بعد كتاب. وها قد دخلت إلى أمير المؤمنين، فما حاجتك عندي؟ وأنا الذي يبلغني عنك الكثير مما لا أحب. لربما كذبك جواسيسك وخانتك عيونك التي تكتم أنفاس الأمة. أو تعتقد أننا نظلمك؟ أحلف لك بأنك تظلم الناس. وإن حلفت فهل علي أن أصدقك؟ اتق الله. أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ ليس من عباد الله من هو فوق أن يوصى بتقوى الله، وليس من عباده من هو دون أن يوصي بتقوى الله. وأنا أوصيك بتقوى الله يا خليفة المسلمين، فاتقه. أنت المؤمل نفسك بالخلافة والراجي لها، تريد عزلي. أين أنت من هذا يا زيد؟ لا أم لك، بل أنت ابن أمة. إن لك على ذلك جوابا، إن أحببت أجبت، وإن لم ترغب أمسكت. بل أجب. إني لا أعلم أحدا أعظم منزلة عند الله من نبي بعثه في عباده وهو ابن أمة. وإن كان ذلك نقصا عن منتهى غاية لم يبعثه. إنه إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. أنت تقول لي ذلك وأنا ابن فاطمة وابن علي. النبوة أعظم عند الله أم الخلافة يا هشام؟ لا يبيتن هذا في عسكري. والله لم يتقي قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. أسرعوا بطعام الغداء، فقد يكون زيد جائعا أو متعبا. أخرج. أخرج ثم لا أكون إلا حيث تكره. سنذيق آخرهم ما أذقناه لأولهم. لن ينالوا من هذا الكرسي شيئا ولو دفنتهم جميعا تحته. قال زيد شيئا وهو يخرج؟ نعم يا أمير المؤمنين، لقد أنشد أبياتا من الشعر. هل حفظتها؟ نعم يا مولاي، وإن أردت أنشدتك بعضها. قال: مهلا بني عمنا عن نحت إثلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا. كل امرئ مولع في بغض صاحبه، فنحمد الله نقلوكم وتقلونا. ثم أقسم يا مولاي أن لا يسألك شيئا، لا صفراء ولا بيضاء. إن هذا الأمر لن ينتهي إلى خير.
رفض خالد القصري مقابلتي مدعيا أن الأمر بيد الخليفة هشام في مصر الكويت ولا علاقة له به. ما كان لك أن تذهبي أم المستهل، فما فعلته لا يليق أبدا بأفعال النساء. وماذا تريدني أن أفعل؟ هل أتركه وشأنه؟ والله لو كان الأمر يتطلب أن أذهب إلى آخر الدنيا لما توانيت. سأدعكما الآن، وإن احتجتما لشيء أخبراني. ابقى إلى جانب أمك، أنا أعرف الطريق جيدا. على أحدنا أن يذهب لابن زياد، فهو من الوجهاء المقربين لخالد القصري ولا يقدر على رد طلب له. أحسنت يا مستهل، كيف غاب ذلك عن تفكيري؟ فالكميت وابن زياد صديقان منذ سنوات طويلة لم يفترقا. لماذا خرجت من فراشك يا بهية في هذا الوقت؟ أفكر فيما قلته لي البارحة. هل تشعرين بالأسى لأجل مانع؟ بل لأجلك أنت. لم أفهم. لماذا لم تتقدم لأولئك الشرطة وتقول أنك أنت من فعل ما فعل؟ كنت أفكر فيك، فقد كنت وقتها كنت حبلى. ولماذا يتحمل هو ذنبا لم يقترفه وكان عليك أنت تحمل نتائجه؟ يشغل بالك؟ لو خرج علينا محمد بن علي بسلاحه لهزمناه منذ أمد طويل، لكنه يخرج علينا بعقله وسواده، وهذا ما يخيفني يا أم حكيم. لن تعدم الحيلة يا هشام. أسعد الله صباحك يا ابن العم. صبحك الله بالخير. إلى أين أنت ذاهب؟ عساه خيرا. سأذهب للبحث عن مانع، لقد شغلني كلامك البارحة وأرقني وأتعبني. أي كلام؟ لقد ضحى من أجلي، وآن الأوان كي أرد له جميلة حتى ولو كان ذلك على حساب حياتي. يا عطية، تركت لك مبلغا من المال يكفيك وحسن حتى حين عودتي إن عدت. ولكن أرجوك أن تدعي لي
ولا تمانعي خروجي، فلقد اطمأننت عليكم. أردت أن أقول لك اذهب بحفظ الله، أسأل الله أن يردك لنا ظافرا. حقا؟ لن تثنيني عن قراري؟ دعني أوقظ حسنا لتودعه. لا، بالله عليك، لقد قبلته وهو نائم، وأخشى أن أراه فأضعف عن الخروج. أراكم على خير. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام يا ولدي، ما الذي أتى بك في مثل هذه الساعة؟ يا أبتي، زيد بن علي في دمشق يتحدث عن ظلم بني أمية، وقد كتب لك الرسالة تلو الرسالة فلم تشبه، فما أنت صانع بهذا الآن؟ وماذا يريد من مقابلتنا وقد طلب الخلافة لنفسه؟ أم يظن أن أخباره تخفى علينا؟ أرى أن يسمح له الخليفة ويقابله ليرى ما وراءه، وبعدها ينظر في أمره. حسنا. أهلا وسهلا بك يا حبي. قولي لي، ما أخبار أخي الكميت؟ الكميت أخوك في سجن خالد القصري، وقصدتك راجية أن تساعدني ليخرج من سجنه، وأنا أعرف مقامك لدى القصري وأعرف مكانة الكميت عندك. سأفعل يا حبي، سأفعل، وغدا يصلك خبر مني بعد أن أقابل القصري. والآن اذهبي واستريحي قليلا، وأنت يا زينة يا ابنتي أكرمي وفادتها، ستعودين مجبورة الخاطر بإذن الله. بإذن الله. تعالي يا حبي.
شهية لن يقاوم رغبته في الأكل منها. احملوا هذه الهدايا إلى مكان إقامة محمد بن علي وابنه جعفر. أمرك يا أمير المؤمنين. لنرى ما أنت فاعل بعد هذا يا زيد. أرجو ألا تكون غاضبا على صخر لأنه فاز بدكان أبي نعيم دونك. لا تأتي على ذكر اسمه فأنا لا أطيقه. الأمر بسيط يا طلحة، ولا يقتصر العمل على الحدادة ولا البقالة. رزق الله واسع. لو أني أخذت دكان أبي نعيم فسأرث معه كل زبائنه، فهو دكان الحدادة الوحيد في قريتنا. مع شيء من التنظيف والتجديد والعمال النشيطين سيبدأ حلمي. وابنة العم وما يتبعها من سرر الذهب والفضة والخدم والحشم تكون قد جاءتك على طبق من ذهب. اذهب يا حفص، اذهب وتسلم أحد غيري. انظر يا أخي، هؤلاء يدعونني للخروج ويخبرونني باجتماعهم لي ونصرتي. هذه الكتب ابتداء منهم يا أخي، أو هي جواب ما كتبت به إليهم ودعوتهم إليه؟ بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما يجدون في كتاب الله عز وجل من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا، ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء. إن الطاعة مفروضة من الله عز وجل، وسنة أمضاها في الأولين وكذلك يجريها في الآخرين. والطاعة لواحد منا والمودة للجميع، وأمر الله يجري لأوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحتم مقضى وقدر مقدور وأجل مسمى لوقت معلوم. فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولا تعجل، فإن الله لا يعجل لعجلة العباد. لا تسبقن الله فتعجزك البلية فتصرعك. أخي، ليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبط عن الجهاد. الإمام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه. هل تعرف يا أخي من نفسك شيئا مما نسبتها إليه فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله أو حجة من رسول الله صلى الله عليه وآله أو تضرب به مثلا؟ فإن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض وضرب أمثالا وسن سننا، ولم يجعل للإمام القائم بأمره شبهة فيما فرض له من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محله أو يجاهد فيه قبل حلوله. ما تقول يا أخي؟ قد جعل الله لكل شيء أجلا ولكل أجل كتابا، فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فافعل، ولا تدخل في أمر
أنت منه في شك وشبهة. أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته، فكان التابع فيه أعلم من المتبوع. أعيدك بالله يا أخي أن تكون غدا المصلوب بالكناسة. الله بيننا وبين من هتك سترنا وجحدنا حقنا وأفشى سرنا ونسبنا إلى غير جدنا وقال فينا ما لم نقله في أنفسنا. يستطيع أن يتحمل السجن فلا يخالف ولا يعصي أوامر السلطان. والله لأذيقنكم شر ما اقترفت أيديكم وما وسوست به شياطينكم. أتفهمون ما أقول؟ يا رب خذني إليك، فلقد تعبت والله، ولا طاقة لي بالمزيد. وقد استدته أخيرا، استدته أخيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك، خدمة عاجلة. أريدك أن تصنع لي سلاسل حديدية مع قفلها. ولأي شيء تحتاجينها؟ لأمر يخصني. أريدك أن تأتي غدا في الصباح الباكر إلى دار أبي، فالأبواب والنوافذ صديقة، وأريد أن أصلحها. حسنا، ولكني سأأتي عصرا، ففي الصباح سأكون مشغولا. سيدتي تأتي عندك تطلب عملا وأنت تؤجله؟ أنا أعلم أن صخراً لن يتأخر عن تلبيتها. سننتظرك عصر الغد. أخبارك يا زيد؟ أخباري لا تسر يا أمير المؤمنين، فالناس ضاق ذرعا، وقلت أتيك أطلب العدل والإنصاف في أمة أمير المؤمنين. ما قام ملكنا إلا على العدل والإنصاف. وهل يرى الأمير أن العدل والإنصاف في قتل الناس على الشبهات؟ كاذب من أخبرك بهذا. نحن نقيم الحد على الفاسدين. من هم الفاسدون بنظر الخليفة؟ الذين يجاهرون بالظلم؟ أم الصالحون الذين افترشوا المساجد يعلمون المسلمين دين الله الحق حتى يبقى الإسلام منارة على مدى الأزمان؟ تتحدث عن الصالحين وأنت تعلم أن قضاتنا من الأئمة ورجال الدين الأفاضل؟ أما منارة الإسلام فنحن بنو أمية،
والله إنا لأشد قريش أركانا، وأشد قريش سلطانا، وأكثر قريش أعوانا. نحن بنو أمية كنا رؤوس قريش في جاهليتها، وملوكها في إسلامها. على من تفخر؟ على بني هاشم، وهم أول من أطعم الطعام وكسر الهام وخضعت قريش لهم بإرغام؟ أم على بني عبد المطلب سيد مضر جميعا؟ وإن قلت معدن ما كذبت، إن ركب مشوا وإن انتعى لاحتفوا، وإذا تكلم سكتوا حافر زمزم وساقي الحجيج. أم على بنيه تفخر وهم أشرف الرجال؟ أم تفخروا على سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حمله الله على البراق وجعل الجنة في يمينه والنار في شماله؟ من تبعه دخل الجنة، ومن تخلف عنه دخل النار. أم ترى الفخر لبني أمية على أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، أخي رسول الله وابن عمه والمفرج الكرب عنه، أول من قال لا إله إلا الله بعد رسول الله، وما خرج إليه فارس إلا قتله؟ فعلى من تفخر يا هشام؟ والله نحن من أصحاب اليمين. اسمع يا زيد، اسمع، لو التزم كل مسلم منا بما أمره الله به لعاش في نعيم ورغد. بماذا يلتزم أيها الأمير؟ بأمر الله أم بأمرك أنت؟ أيها الخليفة القائم على شؤون المسلمين، في هذه الرقعة كل ما يحتاجه المسلمون، وأني منتظر حتى صباح الغد ثم مغادركم إلى الكوفة أيا كان جوابكم. ما الذي جاء بك إلي يا طلحة؟ فأنت لم تطأ بيتي منذ مات والدك رحمه الله. إنما جاء بي عماه ما أذكره من معزة كان يخصك بها والدي. صدقت، كان رحمه الله صاحبا لي، ولم أسمعه يشتكي يوما رغم فقره، بل كان معينا للضعفاء لا يرد طالب عون. أما معزته عندي فهي كمعزتي عنده، سبقنا ونحن على أثره ذائبون. يا عم، أنا لم آتك إلى هنا كي أثير فيك الأحزان. صحيح، ما الذي جاء بك يا ابن أخي؟ لا أدري كيف أبدأ معك. قل حاجتك يا بني، أنت لا تحتاج معي إلى مقدمات، أرجو أن أساعدك على ما تريد. يا عم، أريد منك قرضا. قرضا؟ لا بأس، كم تريد؟ لا أريده لنفسي، إنما أريد أن أتاجر به. للتجارة؟ ولكن كم تريد؟ ولأي تجارة تريده؟ هل سمعت عن قافلة أبي عمارة؟ قافلة أبي عمارة؟ نعم سمعت، ولكن لا أرى فيك رجلا يعرف التجارة حتى أطمئن لما ستقدم عليه. فلا أبوك ولا أنت لكما شيء يذكر في السوق. يا عم، إنني أحترق لأبين لك وللناس أنني أهل للتجارة، ولكنني لا أجد فرصة أغتنمها، فأعني على ذلك.
سأفكر في الأمر، ولكن قل يا عمّة. يا طلحة، إن أبا عمارة يكري قافلته للخليفة، ومنذ مدة قطعوا عليه الطريق وأخذوا البضاعة كلها. تطلب الخلافة لنفسك يا زيد؟ كنت أعرف أن هذا مرامك. تطلبها مختبئا بعباءة الناس. أيها الحاجب، اسمع يا ورد، لا أريد أن أخرج عن رأيك ولا أمرك، ولم أفعلها من قبل. لما تقولين هذا الكلام الآن؟ لأني ذهبت لابن زياد وأخبرته بأمر الكويت، وذهب الرجل لخالد ورده خائبا. تعلمين يا حبي، لو أن الكويت يفتدى لافتديته بدمي، ولكن لا حيلة لنا يا زوج أخي إلا الصبر والدعاء. والله لأفعلنها يا قصري، وسأخرجه رغما عن أنفك وسترى. يا ذا إسحاق، جيش الخليفة يقترب، خذوا الجهاد إلى فات الجبل بالهدوء، إلى أبعد ما تأخذكم جياتكم. وأنت؟ وأنا سأبقى هنا لأعطيلهم ومن ثم ألحق بكم. ولكن هيا يا ميمون، هيا هيا بحرص. هذه الرقعة تتضمن مطالب سلمها لنا زيد بن علي، احفظها عندك. لقد غادر زيد المدينة منذ أيام إلى الكوفة يا مولاي. أو تظن أنني لا أعلم بذهابه ووجهته يا أبرش؟ لم أقصد ذلك يا مولاي، إنما قصدت بأن أوانها قد فات. حقا، إن أوانها قد فات. أردته خائبا يا أبي؟ أو مثل زيد يرد خائبا؟ وماذا تريدني أن أفعل له؟ أفتح له بيت مال المسلمين ليأخذ منه ما يشاء؟ والله لقد علمت عن جدي عمر بن عبد العزيز أنه كان يرسل لأهل البيت نصيبهم إلى بيوتهم، وقوله مشهور في ذلك يا أبي. والله إني لأخجل من الله أن يقف أحدهم في بابي ويطلب حاجة. يا الله، اذهب إلى والدتك وأخبرها بهذه الحكاية قبل أن تنساها. هيا هيا. أهلا يا صخر، تفضل. أهلا. السلام عليكم. الفارس الحداد. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. هل حدث لك شيء يا صخر؟ ما فعلته معي يا عمي يفوق الوصف. هذا كرم يثقل كاهلي، ولا أستطيع حمله طويلا، فإن كنت تحبني دعني أتصرف على راحتي. أود أن أترك السكن عندكم وأعيش في الدكان، فهذه الدكان كما تعلم هي عالم الصغير الذي أحبه كثيرا، إلى أن يقيد الله لي أمرا آخر. هذا كلام يقال لهشام بن عبد الملك،
وفي مجلسه وأمام وزيره وحاشيته. أنت تضيع كل ما أبذله مع والدك لتكون خليفته. أنا لا أريد الخلافة ولا أسعى إليها يا أمه. أتخافين أن يقتلهما جنود بني أمية؟ لا، وإنما أخاف عليهما أن تغلبهما دنيا بني أمية وزينتها، فأنا أرجو أن تراق دماءهما في سبيل الله. يا أمير المؤمنين، لست أول من شربها من بني أمية، أعلم هذا، ولكن عليك أن تستتر. اسمع أيها الوليد، أنت وارث هذا الكرسي، فأحسن حتى يراك الناس أهلا له. يا بني، إني سمعت عليا بن الحسين عليه السلام ينادي من وراء الجدار: يا محمد تعال، عجل، يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا. جعلت فداك، والله لا أدعنهم والرجل منهم يكون في مصر فلا يسأل أحدا. نشهر سيوفنا حين تشهر، ونغمد حين تغمد. كلنا معك يا ابن رسول الله، كلنا معك يا ابن رسول الله، كلنا معك يا ابن رسول الله، كلنا معك يا ابن رسول الله. من منكم مانع ابن هلال؟ لا أحد. ها، يبدو أن ظهوركم قد اعتادت السياط وتشتاق لها. لقد أخذته الشرطة لمكان آخر. إلى أين؟ لا نعلم يا سيدي.